ما نصيحتكم لمن ابتلي بالنظر إلى النساء؟ نصيحتنا أن يتوب إلى الله وأن يبتعد عن النساء، مواطن النساء يبتعد عنها في الأسواق أو في الأمكنة التي يكون فيها نساء فاتنات، يبتعد عن هذه الأمكنة ويغض بصره إذا صادف نساء في الطريق أو في المسجد أو في أي مكان، يغض بصره. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نعم.